نحن الآن متواجدون في سباستيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربت طوقا شاملا على المنطقة الأثرية. نشاهد كيف يقوم جندي إسرائيلي بتفتيش أحد سكان هذه المنطقة لمجرد أنه مر من هنا. نشاهد كيف هون مسموح. انت حكيت مسموح. اذا نشاهد ما جرى على الكاميرا وكيف يقوم بالاعتداء على احد المواطنين. نشاهد كيف يتم هذا ما يجري بشكل دائم هنا في سباستيا. هنا يتم الاعتداء على المواطنين سكان هذه المنطقة بعد الطوق الأمني الشامل الذي ضربته قوات الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على سلامتك. شو ماله؟ بعرض مروح من الشغل بلش فيه خبث. ليش؟ لا يحم ولا دستور ولا شيء. صفيت سيارة فتحت في ودش علي في البارودة بدها طوخ. استاذ رئيس البلدية الاستاذ محمد عازم، شو اللي بيصير؟ يعني كما رصدت الكاميرا عربدة وزعرنة، جيش مافيا وجيش من الزعران وجيش من الإرهاب يمارس إرهابه على المواطنين الفلسطينيين. سكان هذه المنطقة يمنعون من الدخول والخروج إلى منازلهم، المحلات مغلقة، كل مواطن ذاهب إلى بيته يذهب إلى شراء حاجياته قبل الإفطار يتم الاعتداء عليه من قبل هذه العصابات الإجرامية، عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال. ما حصل قبل قليل من اعتداء على أحد المواطنين أثناء ذهابه من إلى بيته وآتي من العمل ومنظره يوحي بأنه عامل يتم الاعتداء عليه بهذه الصورة بهذا الشكل. هذا إرهاب، هذه دولة الإرهاب تمارس الإرهاب بحق المواطن الفلسطيني. الجندي بده يفرض عضلاته، يعني بدافش فيه قاصد، يعني نعم بضرب فيه. نعم ما يقوم به جنود الاحتلال هو عبارة عن إرهاب وزعرني. زعرني بمعنى الكلمة مجموعة من المافيا والزعران تقوم بالعربدة على بلدة سباستيا لحماية مجموعة من اللقطاء العصابات الاستعمارية الاستيطانية، الكلاب الاستعمارية في هذه البلدة. وهذا المنهج وهذا النهج لن تسمح به سباستيا ولن تسمح لهذه العصابات الاستيطانية بأن تفرض هيمنتها وسيطرة على هذه البلدة بالرغم من وجود هذا الجيش الكبير من الاحتلال والثكنة العسكرية التي تحولت. ليش الناس بتسأل ليش هذا العدد الكبير؟ شو الداعي؟ شو المبرر؟ أنا قدرتهم بما لا يقل عن 150 جندي. هذا العدد الكبير من الجنود لفرض الهيمنة وفرض الرعب على الأطفال. قبل قليل طفل لا يتجاوز عمره 6-7 سنوات قام الجنود بالصياح والصراخ عليه دون أي مبرر ودون أي سبب. وهذه رسالة جيش الاحتلال، هذا الجيش الإرهابي الذي يسعى إلى العربدة وإيقاع الخوف في نفوس المواطنين الفلسطينيين. ليش جايين؟ طبعا تحت حجة أن هناك أعياد لدى الطوائف، لدى اليهود، عيد الفصح اليهودي، تكون بلدة سباستيا ضمن هذه المسارات المستهدفة وضمن هذا الحجيج تبعهم وضمن العربدة تبعتهم هذه العصابات الاستيطانية التي يتم جمعها من كافة المستعمرات في الضفة الغربية، يتم توجيهها باتجاه سباستيا لاقتحام بلدة سباستيا وتحديدا منطقتها الأثرية. وطبعا هذه الاقتحامات مؤمنة كما شاهدتم من جيش مدجج بكافة أنواع الأسلحة. يعني الآن الناس اللي مش شايفين انه في مستوطنين في المنطقة الأثرية؟ نعم. مش عارفين نرصدهم لكن هم موجودين. اي باص مثلا وصل؟ هذا ممكن يكون باص مليان مستوطنين. نعم المئات من العصابات المستعمارية، العصابات المستوطنين الآن متواجدة في داخل المنطقة الأثرية التي نحن نمنع من دخولها في هذه اللحظات. نعم. إذا بسبب العيد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين جاءوا للصلاة بين قوسين، يعني نعم للصلاة وإقامة الاحتفالات في داخل المنطقة الأثرية. يوجد أيضا هناك مجموعة من الخيام قامت جيش الاحتلال ومجلس مستوطنات الضفة الغربية بنصبها ورفع أعلام دولة الاحتلال في هذا الموقع الأثري. طبعا المنطقة كما تشاهدون محتقنة ومنطقة مكتظة بجنود الاحتلال وعصابات الاستعمارية التي تقدر بالمئات. أنا شايف برضو يعني الناس العاديين مستمعين الكرام مشاهدينا بيجوا برمضان بيفطروا هون. يعني لو نيجي اليوم المساء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي رح نلاقيها أستاذ منطقة مزدهرة، منطقة بالعامية بتجنن، بتسرح يعني بتفرح البال. وهدول بيكونوا يحضروا هلا الإفطار، صح؟ يعني بما معناه اليوم بالعامية انضرب.
نعم، هذا الاقتحام بكل تأكيد شل الحركة الاقتصادية في سباستيا. في ما بعد العصر تشهد بلدة سباستيا حركة نشطة لكل زوار من كافة المناطق الفلسطينية لقضاء الأوقات الممتعة في أجواء الطبيعة وأجواء الحضارات والتاريخ في هذه البلد، ومن ثم يقومون بتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان في هذه المنطقة وفي هذه الساحة، وهذا يقدر بالعشرات أو بل بالمئات. بس ما بدنا نخوف الناس. نعم، ورسالتنا للاحتلال، نعم رسالتنا للاحتلال بأننا سنزيد ونعمل على زيادة الحركة السياحية المحلية لبلدة سباستيا حتى تبقى هذه البلدة صامدة في وجه مخططات الاحتلال. شكرا أستاذ محمد عازم، تحياتي لك، حماكم الله. إذن على الهواء كما شاهدنا اعتداء لشرطة الاحتلال وحرس الحدود على أحد المواطنين لمجرد أنه لف من هاي الطريق وبده يصف سيارته، هجموا عليه وضربوه وجاءت قوة كبيرة. لولا صدقا وصراحة شجاعة الأهالي وذوي وكذلك رئيس المجلس واللي كانوا موجودين صدوهم ودافعوا عنهم. من هون الناس ما بتخاف، يعني لما بصير احتكاك ما بيهاب انه هذا الجندي معاه سلاح لانه هو صاحب حق. بعدين هاي داره، يعني احنا ورانا ناس ساكنين، بيوت سكنية هون، بيوت سكنية في الخلف، فبالتالي اعداد السكان هون كتيرة، لكن اللي بيصير عماله بيضيق عليهم أكتر وأكتر، اللي بيصير عماله بيخنوهم أكتر وأكتر بسبب الأعياد اليهودية. الفلسطيني إذا إجا اليهودي أو المستوطن بده يحتفل في عيده لازم الفلسطيني يدفع ثمن هذه العربدة. إذا كانت هاي الرسالة من بلدة سباستيا الأثرية، وشاهدنا على الهواء مباشرة محاولات الجيش الإسرائيلي الاعتداء على السكان هنا لتأمين الحماية للمستوطنين.